دي فعلت ام سوبر ماركت الإصابة في السوبر ماركت دي فعلت وهي الإصابة ليزا هات اينن شليشتن تاك ليزا تواجه يوما سيئا شليشت صفة معناها سيء وضدها جوت داس ايست شليشت هذا سيء داس ايست جوت هذا جيد عندما يكون عندنا اسم بأداة تعريف دا وعندنا أكوزاتيف تكون أداة تعريفه هي دن وأداة تنكيره أينن أين تاك أينن تاك دير تاك دين تاك أم موغن بلانت زي في لوفيشتي جدينغ تسؤالي ديغن في الصباح تخطط. أن تنجز العديد من الأشياء المهمة. أم موغن يعني في الصباح. أم قلنا سابقا أننا نستخدمها مع الأوقات اليومية والأيام. Planen في المعنى يخطط يخططوا. Wir planen ein neues Haus zu نخطط لبناء منزل جديد. Sie plant morgen zu هي تخطط أن تسافر غدا. Ich plane einen Ausflug. يعني أنا أخطط لرحلة. الفعل planen فعل plus akkusativ. Der Ausflug, den Ausflug. Ausflug. Ein Ausflug, einen Ausflug. Wichtig, يعني مهم. Unwichtig, غير مهم. Das ist wichtig. هذا مهم. Das ist unwichtig. هذا غير مهم. Die Dinge وهي الأشياء. Erledigen يعني أنجز أو أتم. Sie möchte einkaufen. تود التسوق. Die Wohnung sauber machen. تنظيف الشقة. Sauber machen فعل معناه نظف ينظف. Und am Abend das Abendessen zubereiten. يعني وتحضير أو إعداد العشاء في المساء توبيغايتن فعل منفصل معناه حضر أو جهز إيش bereite داس أبند zu تسو أنا أعد أو أجهز العشاء زي بغايتت داس إيسن تسو هي تجهز الطعام الفعل توبيغايتن فعل بلوس أكوزاتيف داس أبند das إسن das Essen. كلها في النوميناتيف وتبقى أيضا نفسها في أكوزاتيف بمعنى عندما يكون عند الاسم أداة تعريف داس لا يتغير في أكوزاتيف ولكنه يتغير في الداتيف أداة تعريف تصبح دم وأداة تنكير تصبح أينم دوخ تشيف ولكن كل شيء يسير على نحو خاطئ Alles läuft schief يعني كل شيء يسير على نحو خاطئ او عكس ما كان مخطط له doch تستخدم في عده سياقات عندها عده معاني هنا المقصود بها لكن ich wollte schlafen doch das geräusch ist zu laut اردت ان انام ولكن الضجيج مرتفع جدا beim einkaufen fehlt sie im Supermarkt hin. خلال او اثناء التسوق تسقط في السوبر ماركت. حرف جرباي يكون دائما بلوس داتيف. Das einkaufen تصبح dem einkaufen في الداتيف. ومعنى باي هنا خلال او اثناء. باي Yoga, باي Sport, باي Spielen, باي der Arbeit. نستخدم باي مع الانشطه للتعبير خلال أو أثناء نشاط معين الفعل هين فالن يعني سقط يسقط فعل منفصل غير منتظم دي كيندا فالن بايم هين يسقطون الأطفال خلال اللعب دي هند فيلت هين الكلب يسقط دي بودن استفلاخ أباناس الأرضية مسطحة أو منبسطة ولكن مبللة فلخ صفة معناها مسطح أو منبسط وضدها الصفة تيف يعني عميق فلخ تيف داس إست أين تيفس هذه حفرة عميقة الصفة ناس يعني مبلل والصفة تخكن ضدها تعني جاف ناس تخكن يتست توت إيرباين في الآن ساقها تؤلمها في فعل بلوس داتيف معناه ألم أو أوجع ماين كوبف توت في رأسي يؤلمني ماين أوغن تون في عيوني تؤلمني داس باين الساق دي باين في الجمع السيقان und der Schmerz ist sehr stark. والألم قوي جداً هاشماتس هو الألم ديشماتس الآلام أو الأوجاع شتاك يعني قوي أو شديد زي كان كاوم laufen بالكاد ما زالت تستطيع المشي كاوم يعني بالكاد إيش هاب كاوم تسايت بالكاد عندي الوقت زي كان كاوم شلافن يعني بالكاد تستطيع النوم لوفن فعل معناه مشى يمشي يمكن أيضا أن يعني ركض اش لوف يدن تاك أنا أتمشى كل يوم زي لوفت جان إم هي تحب المشي في الغابة زي روفت ihre أن هي تتصل بأمها أن روفن فعل معناه اتصل يتصل فعل منفصل بلوس أكوزاتيف إيش غوفو ديش موغن آن سوف أتصل بك غدا كاستو ميش بيتو هل يمكنك الاتصال بي من فضلك؟ und sie ist besorgt um ihre Tochter وهي قلقة بشأن ابنتها بيزوكت sein um القلق بشأن شخص أو شيء ما Ich bin besorgt um meine Gesundheit. انا قلقه بشان صحتي. Ich bin besorgt um meinen Hund. انا قلقه بشان كلبي. حرف جر um دائما نستعمله بلس اكوزاتيف. Ich bin besorgt um dich. انا قلقه عليك او بشانك. Ein Krankenwagen bringt sie ins Krankenhaus. سيارة إسعاف تنقلها إلى المستشفى. Der Krankenwagen هي سيارة الإسعاف. Das Krankenhaus هو المستشفى. الفعل bringen على حسب السياق يمكن أن يعني جلب، أحضر، حمل أو نقل. Ich bringe dir deine سوف أجلب لك سترتك. Wir bringen das Essen. نحن نجلب الطعام آنا برينكت إيرو إينكويفه ناخ تنقل أو تحمل آنا مشترياتها إلى المنزل دو برينكست دي بيشا أنت تحضر الكتب دي أرتست جيبن إير تابلتن جيجن دي يعطيها الأطباء عقاقير أو حبوب ضد الآلام الفعل جيبن هو فعل بلوس داتيف و بلوس اكوزاتيف ايش جيب دي اين جيشينك سوف اعطيك هدية الشخص في الداتيف دي ضمير شخصي انت او انت في الداتيف والشيء يكون في اكوزاتيف اين جيشينك في اكوزاتيف في المثال هي في الداتيف والعقاقير او الحبوب في اكوزاتيف دي تابلت جيجن حرف جر معناه ضد نستعمله دائما بلوس اكوزاتيف دو بيس جيجن ديزو ايدي انت ضد هذه الفكرة ايش هابو نيشت جيجن داينو ماينو ليس عندي اي شيء ضد رأيك فين ايو موتا زي بيزوخت عندما تزورها أمها الفعل بزوخا يعني زار يزور هو فعل بلوس أكوزاتيف إيش بزوخ ديش أنا أزورك زي بيزوخت إن هي تزوره كان زي نيشت غلاوبن واس باسيرت إيست لا تصدق ما حدث الفعل غلاوبن يعني صدق يصدق إيش غلاوب دير أنا أصدقك. Niemand glaubt إم. لا أحد يصدقه. الفعل passieren يعني حدث أو حصل. هنا في الماضي نستخدمه مع الفعل المساعد sein. Ist passiert. Was ist passiert? ماذا حدث؟ Was ist dem Mann passiert? ماذا حدث للرجل؟